الساهر والتعب مستني لقاه هنكون معا لما جه ملء الزمان جه المسيح وفي وقت تاني هيجي فيه تاني. مين مصدق انه جاي تاني؟ اللي صدق انه جه اولاني وده ثمار مجيئه الاولاني وانتظره بالصبر بالتسبيح وبالايمان يتمتع بمجيئه التاني. لما جاء ملء الزمان يعني ملء الزمان يعني تعبى المكيال بتاع صراخ البشر واحتياجهم وأشواقهم. نفسنا نشوف الله على الأرض، نفسنا نشوف الإله ده بيتحرك بينا، شاعر بينا زينا. كفاية أنبياء وكفاية رسائل وكفاية نواميس ما بنقدرش نعيشها وفرائض كلها تكسرت وتجاوزناها. هل في حد يقدر يعيش كلام ربنا وصايا ربنا؟ هل في حد يقدر يعيش الشريعة اللي منزلها ربنا؟ ربنا ده صعب قوي، كل ده اللي بيقولوه البشر صعب قوي، صعب الناموس صعب. هل في حد ممكن يعيش صفات الله أخلاق الله وما يكسرش الوصايا دي خالص؟ الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة قالوا له كفاية. كل اللي قالوا الأنبياء مش عارفين نعيش، قال لهم طب أنا هكلمكم مباشرة في ابني. إيه ده؟ جديدة دي، جديدة. ده مش الابن بس زي ما احنا فاهمين بنوه، ده يقول عنه الذي هو بهاء مجده رسم جوهره، يعني الذات الإلهية لما يبقى ليها رسم وظاهر الخليقة تشوفه هو يسوع المسيح. وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته، كلمة قدرة المسيح اللي يتقال عنه في آخر سفر في الكتاب المقدس 9 مرات أنه القادر على كل شيء. قال هكلمكم في ده وهيقدر نلمسه وبقريب مننا ونشوفه ونتعامل معه وهيعيش زينا وياكل زينا. طب والناموس بتاعك والفرائض؟ قال هيعيشها كلها، هيعيشها كلها، عيش كل حاجة. وانتوا بعد كده لما تحبوا تعيشوا اللي انا بقوله تعيشوا فيه، يعني تمتلي بيه، تفتح قلب يسكن فيك. هو اللي عامل الشريعة هو اللي يعيش. لما جاء ملء الزمان، لما أتى ملء الزمان أرسل الله ابنه. ما بعتش نبي خلاص ولا ملاك ولا رئيس ملائكة ولا جواب ولا كتاب. فشلنا، كل حاجة فشلت لغاية ما جاء المسيح وابتدى نجاح البشرية الجديدة فيه. كل البشرية هو أمل ورجاء البشرية اللي كانت سقطت وفسدت. تعالوا نسمع الكلمات دي وقولوا معانا مين ده اللي جه، مين ده اللي جه.
Yeah.
نسمع صوته. قل له كلمني، قل له كلمني، قل له كلمني. هو كلمة الله المتجسد اللي فيه نسمع ونشوف ونستلم كل اللي عايز ربنا يقوله، كل اللي عايز الرب يعطيه لك. مولود عشانك، جه علشانك، جه علشانك. افتقر وهو غني عشان يغنيك، مش عايز منك حاجة. هو مسبح في ذاته قبل تسبيحات الملائكة، قبل تسبيحات الخليقة. المسيح يقول الآب كده في يوحنا 17، والآن مجدني أيها الآب عند ذاتك بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم. مش مستني حضرتك تمجده، لكن وانت بتمجده يملاك مجد. يقول والمجد الذي أعطيتني أنا أعطيته ليكون واحد فينا كما أنا وأنت أيها الآب واحد. جاء عشان ياخدك في حضنه ويدخلك في حضن الآب اللي هو فيه. احني راسك وقول له أنا عايز استمتع بخيرك ده يا رب، الخير الأبدي ده، أنا مش ضايقه. مش الكلام ده ليك النهاردة، النعمة دي ليك النهاردة. لو سمحت افتح حضنك وخدها، وسع إيمانك وخدها، انطق بإيمانك وخدها. ما جاش عشان يدينا كلام، نخلص الكلام كله خلاص. والأنبياء فيش حاجة اسمها نبي يجي بعد المسيح، لأنه بعدما كلم الأباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة، كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه الذي جعله وارثا لكل شيء. هو الوارث، هو الغني، هو اللي جه عشان يغنيك. لا يفتقر لكلامك ولا تمجيدك ولا تسبيحك ولا أعمالك حتى، ده جه عشان يعمل فينا أعمال الله. الله هو العامل فيكم أن تريدوا أن تعملوا لأجل المسرة. استلمت نصيبك في المسيح ولا لسه؟ خدت نصيبك في المسيح ولا لسه؟ هو نصيبك النهاردة. يقول أما مريم فاختارت النصيب الصالح. غمض عينك وارفع قلبك وقول له أنت النصيب الصالح، وأنا لسه ما خدتش ميراثي فيك، ما خدتش حق فيك، ما خدتش نصيبي فيك. أنا واقف على الهامش، وكل اللي عارفهم حاجتين ثلاثة وما عشتهمش، لكن أنت ليا النهاردة يا رب، أنت ليا النهاردة تغنيني وتكلمني وتعلمني وتفرحني. خلوا وإحنا واقفين نفتح الإنجيل بحسب بشير يوحنا والأصحاح الأول. نقرأ الأربع أو الخمس آيات الأولى وبعدين نقرأ من الآية 14. خمس آيات الأولى من الآية 14. بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. هذا كان في البدء عند الله. كل شيء به كان، وبغيره لم يكن شيء مما كان. فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس، والنور يضيء في الظلمة، والظلمة لم تدركه. آية 14. والكلمة صار جسدا وحل بيننا. قولوها تاني. والكلمة صار جسدا. تاني. والكلمة صار جسدا ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب، مملوءا نعمة وحقا. يوحنا شهد له ونادى قائلا: هذا هو الذي قلت عنه أن الذي يأتي بعدي صار قدامي، لأنه كان قبلي. ومن ملئه نحن جميعا أخذنا،
ونعمة فوق نعمة. أمين. لأن الناموس بموسى أعطي، أما النعمة والحق فبيسوع المسيح صارا. الله لم يره أحد قط، الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبر، والمجد لله دائما أبديا. أمين. فضلوا ارتاحوا وانتوا بتقولوا له كلمنا يا رب، كلمنا. لماذا أتى المسيح؟ ليه جي المسيح؟ أكيد كل واحد منكم مش عارف أكتر من سبب، عاش أكتر من عطية ونعمة وبركة ومنحة وهبة نتيجة تجسد وتأنس الابن. لكن النهاردة عايز أحط قدامكم من خلال كلمة الله 7 آيات اتقال فيها جيلي، اتقال فيها أتلي، مش تأملات. هقول الآيات، الآية اللي بتقول زي مثلا الآية بتاعت يوحنا 10:10، أما أنا فقد جئت أو أتيت لتكون لهم. قال السبب، قال هو جي ليه، وليه عايزين نعرف أسباب مجيء المسيح ليه؟ عشان نحفظ تأمل جديد. عشان إيه؟ يلا أقوله. لما أعرف المسيح جي ليه، إيه اللي هستفاده؟ هاخد اللي هو جي يدهوني. هو ما جاش عشانه، هو جاء عشاني أنا. بنقول إيه في قانون الإيمان؟ الذي لأجلنا نحن البشر ولأجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء تأنس. ده أجله. فإذا عرفت هو جي لي ونسيت حاجة تاخدها منه النهاردة أقول له الدهاني. أمين. هو عايز يعطي، هو جي عشان كده. الآية الأولى اللي احنا قلناها، والكلمة صار جسدا وحل، حل يعني جه، قول حل. وكلمة حل دي مش جه مجيء عادي، يعني مش واحد جاي زيارة عادية، لا، عشان كده حطيتها في الأول. عمل الخيمة بتاعته، المقدس بتاعه، كانت بتتقال على خيمة الاجتماع، كانت بتتقال على حلول الله في المقدس، حلوله في الشكينة في قدس الأقداس، كانت بتقال على كده حل. يعني ايه؟ يعني الرب جاب المقدس بتاعه، جاب القدس السمائي، جاب الهيكل وجه عشان يحطه في الانسان ويحط الانسان فيه. يعني جه عشان كان في حاجه في باله من زمان، في قصده، في خطته. فاكرين لما عمل ادم عمل ايه؟ اول ما خلق ادم تراب، لا بينطق ولا بيتحرك ولا بيتكلم، نفخ. قولوا معايا، عمل ايه؟ قال له هسكن فيك نسمة حياة من عندي. تعرفوا أن آدم أول هيكل لله، آدم أول مقدس نزلت فيه نعمة خاصة من ربنا مباشرة سكنت فيه. فبقى آدم يتحرك وهو مقدس للنعمة، هو مقدس للحياة. الرب عايز يعمل كده. آدم الأخير الروح المحي قال أنا هنقل المقدس. قولوا معايا، هعمل إيه في البشر؟ قولوا، هنقل المقدس في البشر. تاني، أنا هعمل الهيكل بتاعي. رؤيا 21:22 يقول إيه؟ في آخر كتاب مقدس، آخر التدبير، آخر الرحلة، آخر الخطة، آخر صنائع الله وإحسانه لينا بالخلاص وبمجيء المسيح، آخر آخر الرحلة، يقول إيه؟ المدينة السماوية اللي بيتكلم عنها في صحيح 21 قال لم أرى فيها هيكلا. أمال إيه؟ لأن الرب الله القادر على كل شيء هو والحمل هيكلا. الرب هو إيه؟ هو الهيكل. قول معايا، الرب هو الهيكل، مش الحيطان، مش المكان. تعرفوا لما مسكوا في الحيطان، شعب زمان مسك في الحيطان، مسك في الحيطان، ده القدس، ده الهيكل، قال لهم هخربه وهاخد تابوت العهد اللي بقيتوا تعبدوه، هاخده
وهتودينا فين؟ قال هبددكوا في الأرض. ليه؟ علشان ما قدستونيش حتى في البيت اللي أنا عملته عشان أحل فيه وتاخدوا النعمة أنتوا. مسكتوا في الحيطان وعملتوا شكل. بس بصوا يقول إيه؟ اسمع الرب طيبة قلبه ومحبته ونعمته حتى في العهد القديم. هي نفس الفكرة اللي جه المسيح متجسد عشان يعلن. حزقيال 11:16 يقول وإن كنت قد بددتهم في الأراضي فإني أكون لهم مقدسا صغيرا. واخدين بالكم من صغيرا دي؟ يعني على قد كل واحد. أي واحد عايز يعبد، يعني هم في العراق لما راحوا بابل أو راحوا أشور في شمال العراق هم مسبيين ما فيش هيكل. طب أنا عايز أصلي يا رب، تعال خش في حضني أنا المقدس بتاعك، أنت عظيم وكبير. قال لا، بقيت صغير عشان خاطر حضرتك لأن بحبك، وأنت ماسك في الحيطان وماسك في الحاجات اللي هتتحرق، وريتها لكم أنها بتتحرق وبتتهد، لكن أنا معاكم هنا. فيقول أكون لهم مقدسا صغيرا في الأراضي التي يأتون إليها. أي حتة يروحوا فيها، أي واحد يقول يا رب هيلاقيني بجد. الجالس فوق الكروبيم بتاع قدس الأقداس والكروبيم، قال له طب أنا هوريك الكروبيم بيمشوا إزاي وأنا ساكن فوقهم إزاي، وهاجي أزورك في شمال العراق بالكروبيم اللي كانوا في قدس الأقداس. يعني إيه الكلام ده؟ الله نزل قدس الأقداس بتاعه وحل بيننا. في مين بقى؟ الهيكل يسوع المسيح. في عرس في الأصحاح 2 اللي فيه عرس قان الجليل قال لهم انقضوا هذا الهيكل وأنا أقيمه. يقول الكتاب إيه؟ وكان يتكلم عن هيكل جسده. هو أفسس 5:30 يقول على الكنيسة أنها لحم وعظام. هو جه يعمل قدس الأقداس لصالح الإنسان في الإنسان. هي دي حل بيننا، هي دي. عرفتوا بقى ليه بنعرف المسيح جه ليه؟ لأن حضرتك جزء من الخطة، أنت جزء من الهيكل ده إحنا. ويقول في حتة تانية يقول كورنثوس الأولى 3:9 نحن بناء الله، نحن هيكل الله المقدس. كورنثوس الأولى 3 كلها بتتكلم عن إحنا هيكله، واللي يفسد هيكل الله الله يفسده. الله حب ينزل المقدس بتاعه ويلزقه في الإنسان ويخلي الإنسان جزء من قدس الأقداس. هو ده حل بيننا. المسيح جه عشان يخلي حضرتك مقدس، بس المرة دي مش نفخة. ما المرة دي إيه؟ أما كل الذين قبلوا أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنين باسمه. ليحل المسيح بالإيمان، هو دي حل بيننا عشان يحل بالإيمان في قلبك. 2 ليه جه المسيح؟ عبرانيين 10:7 يقول، هو اللي بيقول برضو، بيقول ثم قلت ها أنا ذا أجيء، يعني أنا جاي. وبيقول الآب إيه؟ في درج الكتاب مكتوب عني لأفعل مشيئتك يا الله. تجاي ليه؟ قال عشان أعمل مشيئة بابا. عايز أقول لكم حاجة لاهوتية بسيطة جدا، ولا حاجة بيعملها الابن من غير الأب والروح القدس، ولا حاجة بيعملها الأب من غير الابن والروح القدس. كل الأشياء يفعلها الآب بالابن في الروح القدس، كل أشياء، أي شيء عايز يعمل. جاي ليه يا رب يسوع؟ قال أنا جاي عشان أعمل مشيئة الأب. إيه هي مشيئة الأب بقى؟ هقرأ لكم آيتين موجودين قدامكم. أفسس 1:5 مش تعرف بابا السماوي عايز لك إيه؟ بعت ابنه ليه؟ والابن الوحيد بيقول له أنا جاي علشان أعمل ده اللي في قلبك، اللي في إرادتك، اللي في قصدك. يقول إذ سبق فعيننا للتبني، ده الآب بيسوع. شفتوا الآب بيعمل بيسوع المسيح. إذ سبق فعيننا للتبني بيسوع المسيح لمين؟ لنفسه حسب، قولوا الآية، مصرت. هي دي، ومش مشيئة عادية، يعني مش بيعملها هات لي دول خلصهم، لا، ده بيعملها قصده هو إيه؟ مسرور. أيوة، أقول مسرور، فرحان،
قال له أنا فرحان جدا ودي مسرة مشيئتي. نقرأ آية تانية يقول ما خبهاش عننا، ما خبهاش المشيئة دي عننا. بولس الرسول يقول إيه بالروح القدس في أفسس 1:9-11، إذ عرفنا الآب عرفنا بسر مشيئته حسب مسرته. تاني يقول حسب مسرته التي قصدها في نفسه، في الآب جوه، لتدبير ملء الأزمنة، ليجمع كل شيء في المسيح ما في السموات وما على الأرض في ذاك الذي فيه أيضا نلنا نصيبا معينين سابقا حسب قصد الذي يعمل كل شيء حسب تاني رأي مشيئته. يبقى الابن لما يقول للأب أنا جاي علشان أعمل مشيئتك، إيه مشيئة الأب اللي هو مسرور بيها؟ إنك تبقى شبه ابنه، إنك تبقى زي ما عينك للتبني تتمتع بالبنوة في الابن. إيه دي مشيئة الأب؟ ساعات بننزل مشيئة الأب لحاجات صغيرة كده ونفضل نلعب ديانة. الأب عايزنا كويسين، الأب عايزك في الابن للحياة الأبدية، دي مسارة مشيئته. يعني إذا قلت أنا عايز أفرح قلبك يا رب، أقول لك خليه اتملي بالمسيح. أنا عايز أسر قلبك يا رب، هقول ترنيمة تفرح قلبي، مش الترنيمة اللي بتفرح قلبي، المسيح اللي بيرنم فيك هو اللي يفرح قلبه. لما تمتلي بتسبيح المسيح هو ده اللي يفرح قلبه. في عبرانيين صح 13 يقول إن نقدم به أي بالمسيح للآب في كل حين ذبيحة التسبيح أي ثمر شفاء معترفة باسم يسوع المسيح. تخيلوا ما يقولش على ذبيحة التسبيح إنها تفرح الله. بقية الآية بيقول إيه؟ ولا تنسوا فعل الخير والتوزيع أعمال الرحم، فهمني؟ ولا تنسوا فعل الخير والتوزيع لأنه بذبائح مثل هذه يسر الله. مش الترنيم إنك تروح تدي رغيف لواحد، ليه؟ مين اللي بيعمل بقى كده فيك؟ اللي حب الإنسان محب البشر، دي اللي تسر الله. تخيل قلبناها بقى، الناس تروح الكنيسة يقول لك احنا رايحين الكنيسة عشان نغني ونفرح ربنا، فنقول ترانيم تفرح كأنه هو حزين ومستني حضرتك تفرح، واحنا جايين نسر قلبك يا رب كأنه قاعد عشان يسمع المزيكا. أبدا، ده قاعد عشان يعطيك، جاي في المسيح عشان يعطيك المسيح بالروح القدس تمتلي بيه. ثم لما تتحرك بعد الاجتماع يظهر مجد وغنى المسيح، وهو بيوزع يوزع خير ورحمة وحب وسلام صفات المسيح أعمال المسيح. رحنا خدنا ده كله وخلينا مسار اللي هي مش موجودة، هنغني لك عشان تبقى مسرور. أنا جيت عشان أفعل مشيئتك، قال له مشيئتي إن كل دول يبقوا فيك مليانين بيك وأشوف وشك فيهم ليكونوا الجميع مشابهين صورة ابنه. ليك الكلام ده صدقني، ليك ليك تبقى شبه صورة المسيح، مش صورة المسيح اللي احنا بنرسمها. هو من تنازله مش فارق معاه. الإنجيل بتاعنا لكل اللغات وكل البشر، عايز ترسم مسيح اسود ارسمه، ترسمه أصفر زي بتوع أسير، مش هي دي صورة المسيح الابن، ملامح المسيح القدوس المحب الصالح الرحيم، هي دي، دي ملامح المسيح، هو عايزك كده. ثلاثة، لماذا جاء المسيح؟ ليه؟ عشان يكشف، عشان يخبر، عشان يعلن، عشان في حاجة كانت البشر بتدور عليها، ربنا شكله إيه؟ لو ربنا عاش يتصرف ازاي؟ لو ربنا كلمنا طب يقول لنا ايه؟ طب لو ربنا جه على الارض وشاف واحد ميت يعمل ايه؟ طب لو شاف واحد اعمى يعمل ايه؟ طب لو شاف حد فقير؟ طب لو شاف ناس جعانين؟ طب لو شاف واحد خاطي وشاف واحده زانيه يعمل ايه؟ طب لو جه ينزل في قصر ولا ينزل عندي في العشه اللي انا ساكن فيها ممكن يقعد معانا ويضحك وياكل ويشرب وكده؟ يعني مفيش اي يعني ما يقولش وصايا وشر، ممكن يقعد معانا قاعده كده نقعد لغايه الصبح كده نتكلم؟
طب ممكن يجي في بيتنا احنا كلنا اشرار، العيله بتاعتنا كلها وحشه، ممكن يجي عندنا البيت نعزمه ويتعشى معانا وكده؟ طب ممكن يجي عند عيله فقيره صغيره؟ ممكن يخش في بيت واحد عظيم؟ ممكن يكلم واحده مش من دينه ويقعد يتكلم معاها؟ كل دي اسئله. المسيح جه عشان يخبرني. اسمع، قالت له المراه السامريه، هي مش من الدين اليهودي، محدش بيعملها. قالت له المرأة: أنا أعلم أن مسيا الذي يقال له المسيح يأتي. أنا لسه في إيه؟ في يأتي. لماذا جاء؟ فمتى جاء ذاك يخبرنا؟ هي عارفة من النبوات، عندهم 5 أسفار التوراة بتوع موسى عند السامريين. قالت له: إحنا عارفين ده لما هيجي، هيجي عشان يخبرنا بكل شيء، كل حاجة. إيه كل حاجة؟ كل حاجة عن ربنا، كل حاجة ما شفناهاش، كل حاجة ما عرفناهاش غير اللي معانا. هيقول لنا على الحاجات اللي ما شفناهاش ولا نعرف نشوفها من غيره. الآية دي بتثبت أن المسيح هو المسيح، هو المسيح، المسيح المنتظر من اليهود. تعرفوا المسيح يرد عليها يقول لها إيه؟ أنا الذي أكلمك هو. يوحنا 4:25-26. المسيح بيقول أنه هو المسيح، وأنه هو اللي جاي عشان يخبرنا بكل شيء. عايز تعرف ايه؟ عايز تعرف ايه؟ غمض عينك وقول له: مش انت اللي جاي عشان تخبرنا، انا جاهل وما اعرفش، عرفني. وتفتح كتاب مقدس قول له عرفني، اما تصلي قول له عرفني، اما تتعامل مع حد قول له عرفني، اتكلم حد قول له عرفني، اخبرنا بكل شيء. مش جاي عشان يقول لينا اعملوا اعملوا اعملوا، لا، جاء عشان يقول لينا انه ده الله، يخبرنا مش كلام. يعني الكلمه هنا ما بتقولش عن الكلام بس. بصوا الايه دي بتوضح يعني ايه يخبرنا. في يوحنا 1:18: الله لم يره احد قط، الذات الالهيه لا ترى، ما تتشافش. الابن الوحيد الذي هو في حضن الاب. طب ازاي في الحضن؟ ما هو الله ما بيتشافش، ولو هو جوه الحضن على طول ما برضه ما يتشافش. دي المعجزة في شخصية المسيح، انه هو في الحضن عمل ايه؟ خبر. خبر يعني ايه؟ اعلن. قولوا معايا، خبر يعني مش حكة معانا، لا، اعلن. اعلن مين هو الله. تعرفوا ان المسيح جه علشان لما تشوفه تشوف الاب؟ مين عارف كده؟ من رآني قد رأى الاب. الاب لا يرى. الذي يعرف المسيح يعرف الآب، الذي يحب المسيح يحب الآب الذي أرسله، من يبغض المسيح يبغض. هو ده الآب متجسد، أقنوم الابن تجسد عشان يعلن لينا من هو الآب، الآب الحال فيه. جه عشان يقول لنا إيه؟ يقول لنا أن الله أب. قولوا معاي، الله أب، وأب بيحب البشر كده وبيتعامل مع البشر كده وبيحتضن البشر كده وعايز يدي البشر. اسمعوا بقى اللي جاي دي، الأب ده عايز يدي البشر أغلى، أغلى وأحب. ابن الوحيد هو المحبوب، هو وحده عايز يدي لك من حضنه. أقنوهم الابن، حياة الله متجسدة عشان تاخد منه كل غنى الله. أدي كلمة خبر. في يوحنا 14:6 يقول إيه المسيح اللي جالنا علشان يعلن الآب؟ قال: ريحوا نفسكم بس عشان ما تفضلش تدور على سكك. ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. ليه؟ لأنه ما حدش جالنا من عند الآب إلا هو. حدش جالنا من عند، فريح نفسك. لو أنت عايز الآب ما حدش يروح للآب إلا بي. أطحى، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. 4: لماذا جاء المسيح؟ أقول آية روح القدس حطها على فم بولس، وآية روح القدس حطها شبيهة بها جدا على فم يوحنا الحبيب. بولس يقول في تيموثاوس الأولى 1:15: صادقة هي الكلمة ومستحقة كل قبول أن المسيح يسوع. قولوا معي،
جاء إلى العالم ليخلص الخطاة. قولوا معي، جاء إلى العالم. لا، بصوت واحد، جاء إلى العالم ليخلص الخطاة. تاني، جاء إلى العالم مرة أخيرة، جاء إلى العالم ليخلص. مش ناوي تعمل ديانة؟ لا، ممكن بشر يعملوا ديانة ويتخانقوا ويضربوا بعض باسم، بس أنا ما عملتش كده، ده أنا جاي عشان أخلص الناس. ويخلص مين؟ الخطاة. واضحة دي؟ واضحة؟ مفهومة؟ عشان ما نعملش ديانة تانية. المسيح جه يعلن الآب، جه يعمل يعلن المقدس هنا في البشر، جه علشان ياخدنا في حضنه ونبقى في الآب فيه ونشوف فيه الآب. لكن جه عشان ايه؟ هو جاي لمين اصلا؟ طيب عشان نفهم الحتة، هو جاي لمين؟ خطاة كله. عشان تفتكروا المسيح جه فنقى شوية حلوين، 12 دول هم عينة كويسة، وبعدين نقى 70 تاني عينة برضو كويسة بس فرز تاني، وبعدين قال لهم بقى يعني أنا عايز ناس زيكم كده حلوين. والخطاة ده لا، مش هو ده المسيح خالص. الكنائس دي مفتوحة لمين؟ والقنوات دي مفتوحة لمين؟ للخطاة. يعني الخطاة بقى؟ يعني الخطاة اللي بيعملوا الخطية ولا اللي مولودين بالخطية؟ الاثنين، الاثنين. ما حضرتك بتعمل انا بعمل عشان محدش، انا بعمل خطيه عشان مولود بالخطيه. مين يخلصني من الحاله دي اللي مش عارف لها حل؟ انا بحب ربنا وعارف ان ربنا قدوس ومش عارف لها حل، مين يخلصني من ده؟ كمان الله القدوس ده عايزني اسكن معاه طول الابديه، اسكن معاه ازاي وانا خاطئ؟ قال لي اخلصك، خلصك من اللي انت فيه واللي جواك واللي بتحبه، وهشيل ده واعمل بني ادم جديد، ودي قوة الروح القدس، قوة روحي تبقى فيك عشان تحفظك. اسم الروح القدوس عشان بيعمل ايه؟ يقدسنا بعد نوال الخلاص. بس يحكي عشان كده، اصل انا حلو يا رب، يعني انا قلبي كويس خالص ما بعملش حاجة وحشة. امال حضرتك مولود غير البشر؟ المسيح بيقول جاء عشان يعمل ايه؟ يخلص الخطاة. يبقى في ناس خطاة ومحتاجين خلاص، وهذا الخلاص لا ينفع بالديانة ولا ينفع بعلم أخلاق ولا ينفع بشريعة ولا ينفع بتوبة. كان توبنا. أسألكم سؤال، ربنا يعرف توبنا ولا ما يعرفش؟ لو كانت التوبة تنفع كان عارف يتوب آدم ولا ما عارفش؟ كان عارف. كان نزل له واحد عظيم زي رئيس الملائكة ميخائيل ويقول له اقعد مع آدم وحواء عقلهم كده وقول لهم إزاي يعيشوا حياة ملائكية. ينفع؟ ما كانوش خلصوا. كتاب بيقول كده، جاي علشان يخلص الخطاة، لأنه لا التوبة تخلصك، بتتوب عشان تنال خلاص المسيح، وبتتوب كل لحظة عشان تفرح بخلاص المسيح، وبتتوب كل لحظة عشان تعيش حياة المسيح وفرح المسيح وغنى المسيح. أمين. الآية الثانية، الله محبة، بهذا أظهرت محبة الله فينا، أن الله، قولوا معي، أن الله أرسل ابنه الوحيد إلى العالم لكي نحيا به. يعني إيه بقى خلاص؟ حياة، لأنه الخاطي ميت. قولوا معي، الخاطي ميت، خلاص تسوي إيه؟ حياة. خدتوا بالكم كم مرة في الآيات اللي فاتت قلت أتى إلى العالم، جاء إلى العالم؟ كم مرة؟ كل المرات اللي فاتت جئت وجاء إلى العالم وأرسل إلى العالم. المسيح مش من هنا. قولوا معايا، المسيح مش من هنا. عارفين لو هو إنسان عادي يقول وأنا صرت في البشر أعلن اسمك، أنا وجدت في البشر لأعلن اسمك. لا، دايما المسيح يقول أتيت، أتى إلى العالم، مش من العالم. المسيح مش من هنا، وده يخرجه خالص بره دايرة البشر اللي اتولدوا من النساء، ولكن هذا تجسد وتأنس صائرا في شبه الناس مولودا من عذراء. ايه الفرق بين مولود النساء ومولود العذراء؟
مفيش أعظم من يوحنا مولود من النساء. فلو المسيح مولود عادي كده زي البشر ده يوحنا الأعظم صح؟ لكن لا، عشان كده هنفضل نقول ولد من عذراء. هو اختار الطريقة دي التي يدخل بها إلى عالمنا لأنه ليس من العالم. هو قال كده، اسمع في يوحنا 17 بيقول على المؤمنين بي: ليسوا من العالم كما إني أنا لست من العالم. طب خدنا، قال لا، لست أسأل أن تأخذهم من العالم بل أن تحفظهم من الشرير. دي عشان يخلصك، وطلب من الأب أن يحفظك بقوة الروح القدس ويحفظك في الخلاص ويخليك تكمل خلاصك بخوف ورعدة في مهابة الله بالروح القدس. خمسة، مش أقف عند دي، هقول لكم الآية بس من غير تعليق. الحتة دي أنا قلتها لكم قبل ما نبدأ، فإنه ناس كانت عمالة تقول مين يعيش وصايا الله وفرائضه وشرائعه؟ حدش يعيش، مين إنسان يقدر يعمل كده؟ اسمع الآية دي بتقول إيه، متى 5:17: لا تظنوا إني جئت لأنقض الناموس والأنبياء، ما جئت لأنقض بل جاي علشان يكمل الناموس. مين حافظ القداس الغرغوري؟ أكملت ناموسك عني، أكملت ناموسك. معرفناش الناموس حلو وصالح وأنا عندي نقص وعندي عجز ولا هقدر، فقال أنا جاي هعمل حاجات كتير قوي اللي أنا قلت عليه كله مش عيده تاني، بس هعمل حاجة مهمة أنا جاي عشان أعملها، عشان يبقى في إنسان على الأرض يعيش حياة الله وكل اللي قاله الله يكمله ويتممه. تعرف يقول إيه بعد كده؟ بعد الآية دي في متى 5:19 قال لبعد اللي بعدها يعني، يقول: فمن نقض إحدى هذه الوصايا الصغرى، قال دي وصايا صغيرة، وعلم الناس هكذا، قال للناس يعملوا كده، إنه خلاص المسيح جه مفيش بقى فرائض ولا وصايا، يدعى أصغر في ملكوت السماوات، وأما من عمل وعلم فهذا يدعى عظيما في ملكوت السماوات. المسيح عايزك عظيم، المسيح عايزك مقدس. المسيح اللي كمل الوصية قول معايا يكمل فيك الوصية، قول يكمل. طب اعمل كده، قول المسيح يكمل فيا الوصية. وليه إن شاء الله نكمل وصية؟ قال في يوحنا 14: اللي بيحبني يحفظ وصاياي وأبي يحبه وأظهر له ذاتي. اللي بيحبني يحفظ كلامي وأبي يحبه وإليه نأتي وعنده نصنع منزل. يعني إيه تعيش الوصية؟ يعني تبقى مسكن لله. انتقل لنقطة قبل الأخيرة، المسيح جاء علشان يعلن ويتكلم بالحق، مش يظهر بس الحق ويتكلم به. عشان كده أقوال المسيح وكلماته، اسمع الآيات، هقول الآيات بس. يقول: لو لم أكن قد جئت، جه ما كانش هنا، مش من هنا، لو لم أكن قد جئت وكلمتهم بالحق لم تكن لهم خطية، وأما الآن فليس لهم عذر في خطيتهم. يوحنا 15:22. يعني اللي بيسمعني دلوقتي وسمع كلام المسيح ده، كلام المسيح زي سيف ذو حدين، يا تخلص بيه يا نفس الكلام ده يحطك في موقف الدينونة إنك سمعت ورفضت. قال يا ريت، يا ريت لو ما كنتش جيت وكلمتهم بالحق ما كانش ليهم خطية، لكن دلوقتي خطيتهم باقية لأنهم رفضوا الحق. اسمع المسيح بيقول إيه على كلامه وهو القدوس والحق، بيقول إيه في متى 7:24: كل من يسمع أقوالي، أقوال المسيح هذه، ويعمل بها أشبهه برجل عاقل بنى بيته على الصخر. اسمع كمان بيقول إيه في يوحنا 6:63: الكلام الذي أكلمكم به هو كلام المسيح روح وحياة. المسيح جاء علشان يتكلم بكلام يحيينا. عايز الصلاة بتاعتك تبقى حية وانت في البيت، ما تبقاش فترة، قول كلام المسيح، افتح الآيات اللي قالها المسيح، افتحي كلام المسيح، ردد الكلام اللي قاله المسيح، قول أي آية
كلامه روح وحياة، هي دي النسمة تخش فيك تحييك. آخر حاجة نقف نصلي بعدها، المسيح جه عشان يحيينا. الآية المشهورة يوحنا 10:10، قول يوحنا 10:10 تاني بتقول إيه بقى؟ أما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل، يعني كلمة اليونانية بريسوس، حياة تزداد وفرة وتعاظم وقوة. هي دي كلمة أفضل، حياة تزداد وفرة وتعاظم وقوة. تاني الحياة اللي هيديها لك الرب اللي جه علشان يديها لك، حياة وأفضل. يعني إيه أفضل؟ تزداد وفرة، يعني مش بالشح، يعني مش بالقلة، وفرة وتعاظم كل يوم. يعني اللي انت دقته امبارح النهاردة ليك أعظم. مش هو ده؟ حط إيدك على وعد زي كده وصلي بيه، شوف الحياة اللي هتتدفق إليك وانت حاطت إيدك وتقول له يا رب أهو لماذا نحن فقراء وانت جاي علشان كده. مش بس إلهنا غني موجود في السماء وهو لا، هو قال أما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. الآية الأخيرة في حياة في يوحنا الأولى 25 يقول ونعلم أن ابن الله، قولوا معايا الآية دي، قد جاء، برضو تيجي كلمة جاء، وأعطانا بصيرة لنعرف الحق ونحن في الحق في ابنه يسوع المسيح، هذا هو الإله الحق والحياة الأبدية. يعني لما أجي أقول لكم سؤال، مين هو الحياة الأبدية؟ خدتوا بالكم أن أنا ما قلتش إيه هي الحياة الأبدية؟ مش هي الخلود، لا، من هو الحياة الأبدية؟ يسوع المسيح. من هو خلاصك؟ يسوع. مين اللي أعلن ليك أبوة الله؟ يسوع المسيح. يلا نقف نصلي. لماذا جاء المسيح؟ جاء عشان خاطر حضرتك، جاء عشان يكمل ناموس الله عنك، جاء عشان يكمل نقص عبادتك ونقص صلواتك ونقص توبتك ونقص تسبيحاتك. جاء مش عايز منك حاجة ولا التسبيح، جاء مرسل من الآب اللي بيحبك وليه مشيئة صالحة فيك. غمض عينك، بابا السماوي عايز النهاردة يديك بالروح القدس نعمة جديدة وملامح جديدة تظهر في حياتك للابن الوحيد، تظهر في حياتك للابن الوحيد. حط ايدك على قلبك قولي له يسوع المسيح ليا يا بابا السماوي، ابعت بالروح القدس احتياجي فيه، نصيبي فيه، غناية فيه، فرحي فيه. حط احتياجك لو سمحت في كلمة واحدة. ما جاش عشان تعمل له عيد ميلاد، تعمل لنا العيد ده عشاننا احنا، عشان ناخد فيه سر تجسده وتنازله واتضاعه وقربه. المسيح ما عملش اي حاجة ليه، كل اللي عمله عشانك، وكل اللي عمله معمول من الآب بالابن في الروح القدس الثالوث القدوس. مش عايزك فقير، مش عايزك حزين، مش عايزك ميت، مش عايزك جعان، مش عايزك بعيد، عايزك في حضنه. مش عايز حياتك غير مثمرة، عايزك مثمر. عايز الحياة الأبدية اللي فيك تنمو بوفرة وازدياد وتتعظم، تتنقل من مجد لمجد. احني راسك وقول له حط النهاردة من مجدك. حياتي بقت مهينة، قلة المجد تساوي المهانة. لما بنهين الله في أجسادنا، ما بنهين الله في تصرفاتنا. تعرف روح القدس يقول مبغضين حتى الثوب المدنس من الجسد. الله عايز حتى ثوبك يبقى طاهر عشان مجد الله يرى عليك، يرى في حياتك. عايز كلماتك بكلمات المسيح للي حواليك وللناس. عايز ملامحك تبقى ملامح المسيح زي ما قلنا، مش العينين والرموش والشعر.
لو واحد أعمى وانت عديت عليه يشوف ملامح المسيح، زي لما تكون بتحب حد بتغمض عينك بتشوفه في أجمل صورة. هو عايز لما كل الناس يغمضوا عينيهم يشوفوا صورة المسيح فيك، يشموا ريحة المسيح الزكية فيك. هو جه عشان كده، هو جه عشان كده. لو انت رحت له الكنيسة الأسبوع اللي فات وعيدت وعملت شجرة ميلاد في بيتك وعملت كل ده، كل ده هو فرحان ان انت فرحان، بس هو جه علشان حاجة تانية أبعد من ده. جه يديك نفسه، هو الحال الأبدي. الآب أعطانا ابنه وهذا هو الحال الأبدي. المسيح هو نعمة الآب، هو محبة الآب الظاهرة، هو الله الظاهر في الجسد، هو غنى الله للبشرية، هو غنى الله في البشرية. يا عشان المقدس يبقى في الإنسان، تبقى هيكل ليه، تبقى حتة من بيته، حتة من هيكله، مش الحيطان اللي بنتصارع عليه ونقول أني حيطان الصح. احن راسك وقول له أنا بيتك، أنا بيتك، أنا مسكنك. يرضيك حد يسكن في البيت ده ويخربه من جوه؟ يرضيك حد غيرك يسكن في البيت ده ويهينه من جوه ومن بره؟ رجعنا بيت مقدس ليك يا باني الكل حل تاني بالأفراح في بيتك يا رب البيت طل فينا ورجعنا تاني بيتك خلي الإنسان يرجع تاني إنسان Yeah.
جسدي أفكاري وكل ما في قلبي يكون مرضي بهديك الكل روحي ونفسي وجسدي اقبل أفكاري وكل ما في قلبي يكون مرضي أفعالي وأقوالي وحتى صمتي يسوع. هللويا ما أحلى يسوع. هللويا ما أحلى.
يسوع وحده تقوى وعندها